في فبراير 2023 ليلة صوت الأرض والنجوم يجتمعون في محبة طلال مداح رشا. وش صاير؟ شوف عبد المحسن، احنا اول شيء لازم نقول شغله وكلنا نتفق فيها، انه 2023 هي كانت سنه المملكه العربيه السعوديه. كميه احداث وانظار كانت علينا هذه السنه مو طبيعيه. بديناها مع كريستيانو شهر فبراير، صار في ليله تاريخيه، يعني معالي المستشار قال هي كانت عرس فني لصوت الارض طلال مداح. انت كنت واحد من الناس الحاضرين وانا حاسدتك صراحه، وانا اعتبرها بالنسبه لي اعظم ليله في موسم الرياض عبر التاريخ. جدا، هو حضرها اكثر من 40 فنان وفنانه عبد المحسن، وكانت على مسرح محمد عبده، وكانت واحده من اكبر ليالي، غير انه صار في فيديو كذا فيلم مصور لاصدقاء طلال مداح الله يرحمه، يتكلمون فيه عن كل اللي عاشوا طلال مداح ولحظاتهم الجميله معه. شفنا شبيه طلال مداح بالضبط، شفنا دخل على المسرح طيب. شفنا طلال مداح بتقنيه الهولوجرام، هذه كانت طبعا الحدث الاهم. اللي حضر هذه الحفله باختصار لا عاد يحضر، خلاص 45 فنان في ليله واحده. والله فعلا، يعني احنا قاعدين نتكلم عن طلال مداح اكثر فنان ومن أهم الفنانين اللي نقل الأغنية السعودية للعالم كله، عبد المحسن مو بس للعالم العربي، وكان ملحن كبير، لحن لأسامي كبيرة، يعني محمد عبده، عباد الجوهر. إحنا لو هنحكي عن طلال مداح ما راح نخلص الحلقة طبعا. يعني جود، أعطيني أغنيتين لطلال مداح لو سمحت. الله عليك، من أحلى الأغاني اللي أسمعها بشكل يومي، ما يمر يومي بدون ما أسمع هذه الأغنية.